انتبه انتبه اشغال مع نادية فورتي. بونجور نادية، مرحبا. بونجور رامي، ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل. اليوم باش نرجعوا في انتبه اشغال. كثروا عليه كثروا عليه لي روبيك. كل ما تعوض نادية تعمل في دي روبيك، انت كنت نجم تقول لنا في سبور اكسبريس وتنطلق تحكي لنا على الكرة. انتبه اشغال اليوم باش نحكيو على الفتاوي والفتاوي الغريبة واخر فتوى اللي خليت برشا تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي واللي عندها علاقة باستخدام الواي فاي. حكم سرقة الواي فاي، لو سمح، حكم سرقة سرقة حرام يا ابني. يعني تعرف مثلا انت لو جملتها مثلا كده قلت لي ايه حكم اخذ الواي فاي دون علم صاحبه، من حيث ان هو يعني مثلا عام وهو مش عامل له باسورد مثلا، وانا دخلت كده لقيته ايه يعني متاح مباح، فروحت عامل ساين ان كده فلقيت نفسي كونكتد. يعني انت ايه بتلعب عليا يعني؟ ماشي، او تجيب لي صوره يعني ممكن يشتبه، لكن انت بتقول لي ما حكم سرقه الواي فاي؟ اوعى تكون من الجيران اللي ها بيضايقوا جيرانهم. لا، حرام، سرقه الواي فاي حرام. هذه فتوى كونكتي كونكتي هاي تك فتوى 2.0. اسرق واي فاي ايد ناديه توا ليه؟ اما الحقيقه معناها قبل، اما عمرها لا خطفت انتوكا، حتى كان محاولتي بقت بالفشل. ما تقبل تقص ساعات انترنت ولا حاجه تلقى واي فاي بحذاك محلول مثلا تاع جارك، ولا عمرها ما تخطف. هذاك هو حال الانسان اللي يسرق الواي فاي. لا لا، الاسباب تبعي هو يخرج لك الريزو، ولكن بما انه بعيد جوست يخرج، ولكن كي تحاول تكونيكتي يا با اسي دو ريزو بور سو كونيكتي. هم مستنس يسرق في الواي فاي يعني. خبيره قال لك ليه؟ قال لي ما عطاك اجابه اخرى جمله باقي. الفتوى الثانية وهذه دايوغ الموضوع، خلينا نرجع لبعض الفتاوي اللي خلينا نقولوا بين ظفرين فيهم غرابة وإلا طرافة. من بينهم مثلا شنو الفتوى مثلا اللي عندها علاقة بالفوت؟ كرة القدم في الأصل هي لعبة رجالية، هذا في الأصل، ولذلك مشاهدتها في الحقيقة هي مشاهدة متابعة وانهماك وتأخذ القلب واللب وتصرف عن معالي الأمور والنافع، بل قد توقع في ترك واجب أو في التورط في محرم، عند ذلك تكون محرمة. بونجوست باش نوضح زيد هوني، هذيا راهو في علاقه باللي يتفرجوا مشاهده النساء لكره القدم، هي معناها الحكم تاع مشاهده النساء لكره القدم يتفرجوا في اللي جوا قالك الرجال يلعبوا جمله ولا اللي يتفرجوا في الكره حتى الرجال ودخلهم. ايوا لا، ما قالش حرام، قال كيف تلهيك على حياتك وكذا وقت حرام، وقد يكون الهدف هو باش تلهيني. فما الفتوى ما هو الهدف؟ انا رايي نبعثوها لاسكندر الفتوى هذه. ما هو الهدف منها اصلا؟ هو باش تلهيني. كيفاش تقول قد تلهيك؟ لا لا، تلهيني هذا اختي. فما صباح اليوم ولا شيختنا فتاوي؟ لا لا، مازالوا فما برشا حاجات فيهم برشا طرفه، كيما هذه مثلا الفتوى اللي فيها علاقه بالناس اللي تاكل في دي بوفي. دونك تمشي يقول لك تدفع مبلغ مقابل انك تاكل في بوفي، فشنو هو حكم هل الأكل في المطاعم هذه وقت يبدأ فيهم بوفيه؟ البوفيهات المفتوحة التي خرجت في هذه الأزمنة المتأخرة فهي تلك البوفيهات المبنية على دفع العوض من الطرفين، مثل البوفيهات في المطاعم، بمعنى أن النفر بسبعين ريالاً أو خمسين ريالاً أو مئة ريال على حسب ما يقدره صاحب المطعم، فيدخل ويأكل ما شاء. فهذا البوفيه بهذا الاعتبار هو الذي يمنعه العلماء رحمهم الله تعالى. لماذا؟ لأنه حينئذ يكون العوض فيه من الطرفين، فهو بيع، هذا فيه غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. والمقصود بالغرر أي الجهل بالعاقبة، وبناء على ذلك فالبوفيهات المفتوحة المبنية على دفع العوض من الطرفين محرمة لوجود الغرر والجهالة في المثمن لا في الثمن. أيواش شينا غرغرنا. وأنا ما نفهمش في الأمور هذه، ولكن ما نشوفش حتى فرق بين أنت معناتها هو عمل تقدير لمتوسط الاستهلاك بتاع الناس قديش يزموا يبيع البوفيه، يبيع لك بالصحن بالمنيو ما التجارة. أنت تذهب إلى البوفيهات؟ ما عندي مدة طويلة لا والحمد لله. البوفيهات.
باش نحكيو زيدا على من بين هكا الفتاوي اللي فيهم بعض الطرفة هما اللي عندهم علاقة. احنا قبيلة نحكيو مع سليم على الكتب ذي عنده علاقة بالقراءة متاع القصص الرومانسية. حكم قراءة القصص الرومانسية وسماعها هذه تدخل في اللغو وتدخل في الباطل، وقد قال تعالى في شأن أهل الإيمان الذين هم عن اللغو معرضون. ساعة ما فسرنيش شو يقصدوا بقصة رومانسية. قصة رومانسية شو ما قصة رومانسية تعش معتها رومانسية إيه؟ إيش نجم حتى تكون قصة رومانسية عن بعد معناتها إيه معناتها إشنية حدود الرومانسية أفلاطونية إيه بيه. والشعر العربي اللي يحكي على الغزل ذيك حلال ولا حرام؟ محرم. إيه هو ما إيه نحن مين تعدين راه ما إيه إحنا رانا قاعدين جوست هكذا مي كمام زدا النجم ومعناتها نحكيه سيريوزمون في الموضوع من وجهة نظر إنه راهو فما ناس يعطيوا لنفسهم صلاحية باش يفتيوا في كل شيء هكاك على تأويله هو على الهواء متاعه هو وينجم يكفرك وينجم في حين انه راهو المسلم من سلم الناس من يده ولسانه معناتها يقرا يقرا رومانسي يقرا بوليسي يقرا اللي يحب حاجه تفضل اختي حاجه كله هكا كله حكمة وراعة. الإكستريم اللي باش نسمعوه هذا عنده علاقة ببعض الفتاوي اللي جاوا في رمضان وذي ذولي تذكروها برشا خاطر خليت برشا جدل وقت اللي عندها علاقة بالأتدخين. كشرب السجاير حرام كشرب السجاير لكنها لا تفطر لا تفطر لا تفطر عارف زي ايه؟ انت بتعمل باربيكيو بتشوي حاجة والدخان دخل جسمك هل انت فاطر؟ لا مش فاطر. هذا به اسمك قرب كيما هذا بربي صديقنا بتاع الجمعيه بتاع مكافحه التدخين اللي دخل معنا المره اللي فاتت نبعثوا لويز بوجيبو اي ما ماش فما لوجيك يا استاذ نفيسه نفيسه هذا عجب مراد على الاخر الشيخ علي قال لك هذا صاحبي سيد كل شيء الفتاوى مش عملها مش تمام. المشكله انه نادي عدت لنا الفتوى بعد رمضان معناتها ما خدش اكمل رمضان الجاي حاولوا كيفاش نستثمروها الفتوى اللي باش نختموا بها. عندك شي فتوى في هل يجوز انك تعوض اكثر من نهارين في فقره ولا لا؟ اي يجوز في هذه يجوز إدارة ما هذه فيها فتوى سهله إيه. هي تتبع معناتها ولي الامر ولي الامر في العمل هو اللي قرر هو اللي قرر صحيح به نختموا اي يختم يختموا برا ويكاند تعدوا الويكاند جوست بعد اخر اكستريم باش نختموا بيه عنده علاقه بالاستهلاك نتاع الشوينغوم العلكه خلينا نسمعوا العلكه شنو حكيتها. العلك هو بحد ذاته اذا بعض العلوش هالايام بيها مواد بيها سكر مثلا حلوه هذه ما يجوز واحد يعلك ويبلع الحلال اللي فيها. اما لو كان فد شيء علك ما فيه شيء مجرد بلاستيك فما يصعد وينزل هذا ما في اشكال. ايش نوع اللحم ما فهمتش مشكلته هسه اصلا الحلو اللي فما في الشوينغو ايش بيه حرام انا ناكلوه في الحلو ونشربوه في العصائر معناتها علاش مع العلكه لا اما قالك اذا الموفمون معناتها نتاع الفم فيه صعود ونزول ما يصيرش هو مشكلته مع الموفمون الدائري هذاك اللي يبدا بربي يمين معناتها انا رايي نحطه في ما عادش تحكي لنا على الفتاوي نهار الجمعه خو شوف لنا نهار اخر نحكيو فيه ما يصيرش اعطينا رايك العلمي لا علمي لا ماهوش علمي انا معاه انه رايك اعطينا رايك العلكي ولا انه معناتها راهو اساءه للدين ولرجال الدين وقت اللي فما ناس يدخلوا امورهم في التفاصيل التافهه هذه اللي متغير حتى شيء لا في الايمان لا في علاقه الانسان بالمولى سبحانه وتعالى جوست هكاك خاطر هم يحبوا يقرروا في حياه الناس يتصرفوا فيها راهو العلاقه نتاع الايمان مع ماهيش مربوطه بالتوافه هذه. اي فما زاد فما واحد امام مصري زاد كيفاش غدوه هي غدوه بالمصري كيفاش لا غدوه ما نخدموش فوالا بكره ما بنشتغلش دونك غدوه ان شاء الله هذه زاد فيها فتوى نقول لك عليها دونك نتمنى لك ان شاء الله كان مرتاح ان شاء الله باذن الله الراحه والسلامه للساده المستمعين ان شاء الله جمعه مباركه.